فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق رحمه الله كتاب الصلاة، قال باب وقت المغرب. قال الإمام رحمه الله أخبرنا، قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر وابن جريج عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أنه أخبره أن رجلا من بني سلمة كانوا يشهدون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفون إلى أهليهم وهم يبصرون مواقع النبي. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل وأنا أبصر مواقع النبي. قال عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري عن عمران بن مسلم الجعفي عن سويد بن غفلة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول صلوا صلاتكم هذه الصلاة والفجاج مسفرة للمغرب. طب هنا وقت المغرب الإشكال في وقت المغرب أن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي الأمين صلى به الصلاتين في وقت واحد، ففي اليوم الأول عندما غابت الشمس صلى به المغرب، وجاء في اليوم الثاني عندما غابت الشمس صلى به المغرب. لذلك اختلف الفقهاء في هذا الباب، هل المغرب وقتان أم وقت واحد؟ والشافعي في القديم له وقتان وفي الجديد أنه وقت واحد، وكثير من العلماء قالوا المغرب له وقت واحد، حتى المالكية قالوا وقت المغرب 3 ركعات مع ركعتين. هذا هو الذي قاله المالكي. حقيقة الأمر المغرب له وقتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمغرب حين يغيب الشفق، ويقصد بالشفق الشفق الأحمر. لكن فعل جبريل ما أتى ليبين أول الوقت وآخر الوقت، في غالب الحال كان يبين الوقت المختار ويقول الوقت بين هذين الوقتين. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المغرب حين يغيب الشفق، والشفق على الراجح عند التحقيق هو الشفق ليش الأحمر. يبقى عندنا المغرب حين غروب الشمس، حين سقط حاجب الشمس، إذا سقط حاجب الشمس وجبت المغرب، وأيضا حين يغيب الشفق الأحمر. لكن كان دأب حال الصحابة الكرام، وهذا الذي رجح عند العلماء القول بأنها وقت واحد، أن الصحابة كانوا يعجلون بصلاة المغرب، ولذلك تعجبوا جدا لما صلى النبي العصر أولا ثم صلى المغرب في غزوة الأحزاب، عندما قال عمر سب المشركين وقال ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس أن تغرب، قال والله ما صليت وغربت الشمس، فابتدأ النبي فتوضأ فصلى العصر ثم صلى المغرب. في رواية يتمسك بها ابن حزم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب في الحسين، الظهر والعصر والمغرب. وهذا أيضا إن دلت على أن المغرب يمتد، للنبي يتوضأ ثم يؤذن ثم يقيم للظهر، يقيم للعصر ثم يقيم للمغرب، الوقت إيش يمتد، وهذه فيها دلالة أنها تمتد. لكن كان دأب الصحابة أنهم كانوا يتبادلون السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب يحافظون عليها، وكانوا يصلون المغرب عند أول الوقت، وذلك قال يبصرون النبي، فكان عند أول الوقت يصلون المغرب. وأما وقت المغرب على التحقيق، وقت المغرب على وقتين، الوقت الأول عند غروب الشمس، والوقت الثاني عند غياب الشفق الأحمر. نقف عند الفوائد المستنبطة: السنة التعجيل حين عجل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي تشريع، لأن الصحابة ينقلون الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله أن جعل الله لنا الصلوات بالوجوب الموسع. لو في أسئلة تفضلوا. يعني احنا من أهمية المسألة عندنا في آداب طالب العلم، أننا هنتكلم في الدورات على آداب طالب العلم. المسألة اللي بيجلس في الدرس يحسب نفسه بيمن على الشيخ إنه جالس بيسمع له. إيه اللي بيحصل هذا؟ ما الذي يحدث هذا؟ الناس دي يعني إيش اللي عندهم؟ لازم يفهم الطالب
أنه أحوج ما يكون إلى أن يجلس ويتعلم حتى يستقيم دينه وتستقيم عبادته. فلا يصح بقى كل واحد بيزعل. طب بقى طيب بعد إذنك بقى أنا أروح في التليجرام، طب والتاني أروح في ورا الستارة، والتالت هيروح. لا أنت روح ما تجيش، روح ما تجيش، لا نهتم بك إن كنت ترى نفسك تمن على الله بعبادتك أو تمن على المجلس بجلوسك. يا إخوة افهموا، يعني معنى أن الله خصكم بفضل ولابد أن تحتملوا، لأن الله بيختبر فيكم شكرتم النعمة أم لا، علمتم أن هذه نعمة أم لا. أنا لكم ناصح أمين، هذه الطريقة طريقة من يخذله الله ويحجب عليه الخير، فتفهموا رضي الله عنا وعنكم. وفي أسئلة سريعة تفضلوا. والأمر الثاني، في أي درس آخر ما في أي تعليقات إلا في الدرس بس، ما في أي تعليقات إلا في الدرس. أنا أستأذنكم وأستميحكم عذرا وأرجو منكم وأنتم الأفاضل الأماجد الأماثل، ما في أي تعليقات إلا في الدرس بس. رضي الله عنك أستاذ صحراوي، رفع الله مقامك وأحسن الله لك. أنت لك أن تزيد فيها أيضا إن كنت تتوقع أو تظن أنه حقا سيعطيك مالك وأنت ترد عليه المال، لك ذلك، اسمها الحيلة للحق. انتوا بقى ما فهموش حاجه، ما فهموش اللي انا قلته. يا عمي انا اقول لك هترفعها لانه نصب، هترفعها، بقول لك هترفعها بشيك تاني بخمسة مليون، انا اللي بقى باخد لك ذلك، هترفعها بخمسة مليون فيجبر على ان يدفع خمسة مليون. تقوم واخد انت 750 تقول له انا لست سارقا، هذا مالك اتفضل. لو هخش السجن ما معهوش فلوس ما يقلكش انك ترفع، ما يقلكش انك ترفع، هو معسر والمعسر ما يجوز رفع القضاء عليه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.